دلوقتي خلينا نتقابل مع ضيفتنا الكاتبة سما هاني، واللي هتكلمنا أكتر عن ترشيحات لأهم كتب القصص القصيرة وأهم كتاب القصص القصيرة. مساء الخير يا سما. مساء الخير أستاذة رانيا. أهلا بيكي. أهلا بيكي، أنا سعيدة أني معاكي جدا. أنا أسعد. مبدئيا كده عاوزين نعرف منك ترشيحات عن أهم المجموعات القصصية اللي بترشحيها لمشاهدينا النهاردة اللي بيحبوا يقروا القصص القصيرة. أكيد طبعاً. طبعاً لما نقول قصص قصيرة لازم طبعاً نذكر الأستاذ الكبير أستاذ يوسف إدريس، لأنه حقيقي يعني كان بارع جداً فيها، فأنا برشح لهم للأستاذ الكبير يوسف إدريس بيت من لحم وأنا سلطان الوجود. دول فعلاً حاجة تقيلة وفي نفس الوقت من القصص اللي أنا شخصياً بحبها جداً. جميل. وطبعا عمنا خيري شلبي طبعا انا بحب له جدا، هي تعتبر روايه قصيره مش قصه قصيره، ولكن هي فعلا فعلا مميزه جدا، موت عباءه فعلا من الاعمال المميزه واللي اعتقد لازم تمر على معظمنا يعني. كمان استاذه نوره ناجي من الكتاب المعاصرين ليها مجموعه قصصيه جميله جدا اسمها مثل الافلام الساذجه، برضو بتحكي اكتر من قصه وليها تاثير على النفس البشريه جدا. ممكن كمان ارشح علي قد ملخص ما سبق، المجموعات برضو المميزه. ممكن كمان استاذ احمد الكرملاوي قميص لتغليف الهدايا، برضو مجموعه مميزه جدا. وممكن برضو طارق عز، احب ارشح موت مع ايقاف التنفيذ، يعني دول اللي انا في بالي في الوقت الحالي. جميل. مين من الكتاب الاجانب او من كتاب الغرب اللي تحبي ان احنا نقرا لهم في القصص القصيره اللي كاتبينها؟ هو انا شخصيا بحب جدا ستيفن كينج وادجر الان بو. اوكي. بيسيبوا بصمه في كل قصه بيكتبوها، وبيكون فعلا العمل بتاعهم مميز، مش قصه قصيره عاديه، بيحبوا يضيفوا شوق يعني نوع من انواع السسبنس. جميل. في رأيك هل في إقبال على القصص القصيرة ولا الإقبال بيكون أكتر على الرواية؟ من وجهة نظري مصر حاليا أو القراء في مصر بيتجهوا أكتر للرواية أكتر من القصص القصيرة، هي المنتشرة أكتر وهي اللي ليها الاهتمام الأكبر. وده طبعا بيرجع لأنه الرواية بنندمج معاها أكتر. بالظبط. يعني ممكن نقول ان ممكن تكون هي بنندمج مع شخصياتها اكتر، بنعيش معاها اكتر، فبالتالي التوجه بيكون للروايه اكتر من القصه القصيره. صحيح. انا كمان على فكره على المستوى الشخصي بحب جدا قراءه الروايه، او بحب اكتر اقرا روايات، لانه حقيقي الروايه بتعيشي معاها وبتعيشي مع حكايتها وبتعيشي مع ابطالها، ودايما بتبقى واخده منك جزء يعني كده، او بتسيب فيكي اثر معين بعد ما بتقريها، وخاصه طبعا لو روايه حبيتيها وتاثرتي بحكايتها وبابطالها. كلميني شويه عن القراء المبتدئين، تحبي ترشحي لهم ايه من المجموعات القصصيه القصيره، ولا تفضلي اكتر ان هم يبتدوا بروايات؟ من وجهة نظري أنا شايفة إنه لو حد لسه بيبتدي يقرأ يبتدي برواية. ليه رواية؟ لأنه المجموعات القصصية أو القصص القصيرة بشكل عام بتكون مركزة قوي ودسمة جدا، فبالنسبة لحد لسه بيبتدي يقرأ ممكن يستصعب الأمر، لأنه أنا بحكي لك تقريبا رواية في عدد صفحات قليل جدا، 15 20 صفحة. بالظبط. فبتكون مكثفة جدا. أيوة. لكن لو رواية خفيفة يبدأ بيها هيبتدي ان هو يحب القراية ويندمج معاها ويبقى الموضوع ألطف كتير. صحيح. أنا موافقاكي على نفس الرأي يا سما، بشكرك ونورتينا عن طريق زوم. ميرسي.